مسابقة منتدى جازان ثقافة وأدب الرمضانية لعام 1443 للهجرة. السؤال الثاني عشر يقدمه مطم الشريفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال سوف أطرحه لكم، وأرجو الإجابة عليه. السؤال سهل جدا وميسر، وبإمكانكم الإجابة عليه. وهذا السؤال كالتالي: ما هو الشيء، أو ما هو الشيء الذي يتحول مع طول الوقت من ذكر إلى أنثى؟ ما هو الشيء الذي يتحول مع طول الوقت من ذكر إلى أنثى؟ مع تحياتي الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم مطم الشريفي.